ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر كائنا من كان. عندنا تنبيه مهم جدا. الآن نحن طلاب، الطالب يتعلم الحكم على الفعل، أما الحكم على الفاعل فلان من الناس كافر مشرك مبتدع ضال مضل، هذا ليس لنا، هذا لكبار العلماء، ليس أي عالم، أو المحاكم الشرعية. المحكمة الشرعية يصدر صك فيه نسرع في السلام وكفر فلان من الناس. كفر العلماء كفرنا، توقف العلماء توقفنا. إذن إصدار الأحكام على الأشخاص هذا ليس لنا. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لعنه، ومن قال لأخيه كافر فقد باع بأحدهما. أنت الآن تعلم الناس الأحكام، مفهوم؟ إطلاق الأحكام على الأشخاص، الحكم على الفاعل، هذا ليس لنا، لأن رأينا في هذه الأيام نسرع في السلام من يكفر بالجملة، يقول أهل العراق أهل إيران جملة الأتراك مثلا، نعم يعني يحكم على الأتراك كل الأتراك كذا أو من فرقة كذا مثلا، الكلام عن الحكام لا ينتهي، لا ينتهي أبدا، هذا ليس لك أنت. فمهم جدا. إذا نحن الآن نريد نتعلم الحكم على الفعل ونعلم الناس، نحذر ونحذر، أما الحكم على الأشخاص لا، حتى تصبح من كبار العلماء كفر من شئت، الآن لا تتكلم بهذا الباب، مفهوم؟ تمام.